أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، أتمنى أن تكونوا بأحسن حال. معكم المربية والمعلمة أماني قسطوم حسن من مدرسة الابتدائية دال عبلين. اليوم رح يكون درسنا رياضيات للصف الرابع، رح يكون عن قسمة التوزيع. عشان ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم كيف نقسم بطريقة التوزيع، كيف احنا نجد خارج القسمة بطريقة التوزيع، توزيع العدد المقسوم بواسطة الجمع، وتوزيع العدد المقسوم بواسطة الطرح، وتدريب على حل تمارين قسمة بواسطة التوزيع. طبعا قبل ما نبدأ في حصتنا، شو لازم نحضر للحصة؟ مسطرة، قلم تلوين، قلم رصاص، ودفتر. معاكو 30 ثانية عشان تجيبوا غراضكو وتحضروهن. أتأمل إنكم محضرين أغراضكم، ركزوا معي حبايبي بالحصة، أغراضكم قدامكم، وتركيز تام وإصغاء تام، بدناش نلتهي، ما تقوموش كتير قبال الشاشة. نبدأ جد خارج القسم، نبدأ في تمرين 65 قسمة 5. كيف أنا بحسب 65 قسمة 5؟ تعلمناها بالتالت هاي. طبعا بديش أرجع أنا على الجدول. احنا شو تعلمنا؟ قلنا ال 65 بنوزعها على عددين بيقبلوا القسمه على خمسه، يعني من مضاعفات الخمسه. ايش اهون عددين الاقيهن مضاعفات الخمسه؟ طبعا لما انا بقسم على خمسه، ال 50 اهون عدد اقسمه على خمسه. 50 قسمه خمسه، طبعا 15 قسمه خمسه. 50 قسمه خمسه قديش بيعطيني؟ 10. 15 قسمة 5 قديش بيعطيني؟ 3. أنا بدي أجمع النتيجتين، 10 و3 شو بيعطيني؟ 13. كمان مرة بدي أعيد على التمرين كمان مرة من أول. هاي مراجعة صف ثالث، هاي مش استبدينا بالحصة، هاي تعلمنا جد خارج القسمة، هاي مادة صف ثالث. تعال ناخذ التمرين. 65 قسمة 5، 65 بوزعها على عددين بيقبلوا القسمة على خمسة بدون باقي، أو عددين من مضاعفات الخمسة. هدول الجملتين زي بعض، عددين من مضاعفات الخمسة، 50 و 15، هدول أهون عددين أنا بقدر أخذهم لل 65، يعني 65 أنا بوزعهن ل 50 و 15. لما بقسم على خمسة قيموا ال 50، لما أنا بقسم على ستة بنقيم ال 60، بنشوف شو بضل. 50 و 15، 50 قسمة 5 10، و 15 قسمة 5 3. أنا بدي أجمع النتيجتين لأني أنا وزعت ال 65 ل 50 و 15. بقسم ال 50 على 5 و 15 على 5، باخذ نتيجة هذا التمرين ونتيجة هاي التمرين وبجمعهم مع بعض. إذا شو النتيجة النهائية؟ 13 أو خارج القسمة. هناخذ مسألة كلامية. بقرأ المسألة الكلامية، بقرأها بتروي، بقرأها كمان مرة إذا أنا ما فهمتهاش. أمضى شادي 84 يوما في الولايات المتحدة. كم أسبوعا أمضى شادي في الولايات المتحدة؟ بقرأها كمان مرة. أمضى شادي 84 يوما في الولايات المتحدة. كم أسبوعا أمضى شادي في الولايات المتحدة؟ طبعا هون سؤال قسم، مش يعني كم أسبوع أمضى، شو الأسبوع؟ إحنا أخذنا أيامات 84 يوم، الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. إذا منين أجت السبعة؟ إنه الأسبوع عبارة عن 7 أيام، ال 84 يوم، كم سبعة فيها؟ يعني تمرين قسمي 84 قسمي 7. إسا لما أنا بقسم على 7، إيش أهون عدد أنا أوزعه أو آخذه من ال 84؟ يعني ال 84 لأي عددين أنا بقدر أوزعهن اللي هوين علي، اللي هن عددين بده يكونوا طبعًا من مضاعفات السبعة. ندور على عددين، لما أنا بقسم على 7 بدور على عددين من مضاعفات السبعة.
إذا وين بتصير في خربطة في أولاد بطبخ ضد 80. لا، 80 مش من مضاعفات السبعة، بدي أدور على عدد هوين أخده أنا من 84 اللي هو أهون عدد، 70 والـ14. 70 و14 هن عددين من مضاعفات السبعة. 70 قسمي 7 و14 قسمي 7. 70 قسمي 7 قد بيعطيني؟ 10. 14 قسمي 7 قد بيعطيني؟ 2. 10 زائد 2 شو الجواب؟ 12. هيك أنا وزعت الـ 84 لعددين هوين تعمل فيهن. شو وظيفة التوزيع؟ التوزيع كل هدفي من عملية التوزيع إنه أنا أسهل للحسابات. لما أنا عندي 70 وعندي 14 بوزع 70 والـ14 على 7، 70 على 7 10 هوين. كلياتنا بنعرف إنه 70 قسمي 7 10 و14 قسمي 7 2 أهون ما تعمل الـ84 مرة واحدة. تعال نشوف، تعال نوزع 108 قسمي 4. 108 قسمي 4، لما أنا بقسم على 4 إيش أهون أعداد أنا أقيمها؟ إيش أهون أعداد أنا أوزع؟ 108 إيش من الأعداد اللي من مضاعفات الأربعة بقدر أقيم من 108؟ يعني 108 إيش هن الأعداد اللي أنا بدي أوزعها؟ 108 لإيش بدي أوزعها؟ تعال نشوف، 80 أو 20 أو 8. 80 20 8. إذا 108 هي عبارة عن 80 وعن 20 وعن 8، الثلاث أعداد 80 والعشرين والثماني، الثلاث أعداد من مضاعفات العدد 4. تعال نشوف، 80 قسمي 4، صرنا صف رابع إحنا، مش نقول 80 كمان توزعوا لي 80 لـ40 و40، لا، أنتوا صرتوا كبار، مش رح أقبلها منكم يا صف الرابع. 80 قسمي 4 و20 قسمي 4 و8 قسمي 4، 80 قسمي 4 80 قسمي 4 20. ليه؟ لأنه 20 و20 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 هي 80، و20 قسمي 4 جدول الأربعة. انتبهوا لجدول الضرب، كتير مهم، كتير مهم جدول الضرب يكون متمكنين منه ونحفظه عن غيب. 8 قسمي 4 قد ايه بيعطيني؟ 2. اسا بدي أجمع كل نتيجة كل تمرين، 80 قسمي 4 20، 20 قسمي 4 5، 8 قسمي 4 2، 20 زائد 5 زائد 2 ايش بيعطيني؟ 7 و20. 20 و5 25 و2 27. اسا بدك تكتبوا 3 تمارين قسمي، جد خارج القسمي بطريقة التوزيع. تفضلوا.
كل حافي حبايبي، بتأمل انكو حليتو مزبوط. الكل يتركز لعندي، اللي ما قدر يكمل لسه بيكمل معي. خلينا نركز مع بعض. نيجي على السؤال الأول، 428 قسمي 4. 428 قسمي 4، ليش احنا نقدر نوزع ال 428؟ 420 8. إذا ال 420 والـ8 الثلاث أعداد هدول من مضاعفات الأربعة. اللي شايف إنه بده يوزع أكثر بيقدر يوزع أكثر، اللي حابب يخفف عن حاله بيقدر، اللي حابب يوزع ال 428 لـ 400 ولـ 28 لحالها كمان صح. المهم إحنا نوزع بطريقة مظبوطة، تكون الأعداد اللي إحنا وزعناها اللي إحنا أخذناها هن من مضاعفات العدد 4. تعال نشوف، 400 قسمي 4 و20 قسمي 4 و8 قسمي 4. 400 قسمي 4 طبعا كلياتنا بنعرف 400 قسمي 4 100، لانها 100 و100 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 هي 400. 20 قسمي 4 طبعا جدول الضرب، قد ايه 20 قسمي 4؟ 5. 8 قسمي 4 2. اذا استدى اجمع الثلاث نتائج، 100 زائد 5 زائد 2 بيعطيني 107. تعال نيجي على التمرين الثاني، 714 قسمي 7. لا 714 ايش بوزعها؟ 714، 700 من مضاعفات السبعة وال14 كمان من مضاعفات السبعة. 700 قسمي 7 و14 قسمي 7. 700 قسمي 7 طبعا 100، 14 قسم 7 2، 100 زائد 2 102. اذا انا وزعت كمان مره. احبائي طلابي احنا بنحبكم كثير، ركزوا معنا منيح، احنا وظيفه التوزيع تسهل علينا الحل. زي ما انا بروح على الدكاني بقول لي اعطيني 100 شيكل بعطيه 80 وبعطيه 20، زي انا اعطيته كمان 100 نفس الشيء. عندنا 428 نوزعها لأعداد تقبل القسمي على 4 أو أعداد من مضاعفات الأربعة. 428 ل 400 ول 20 ول 8. اللي شايف كتير أنا بسطت، حابب يحسب ال 400 لحال وال 28 لحال كمان صح. ساعتها بدي أقول 28 قسمي 4 بيعطيك 7 و 400 قسمي 4 100، 100 زائد 7 107، بس بالآخر بيعطيني نفس النتيجة. إذا كان حلك صحيح والتوزيع اللي أنت عملته مظبوط فبيعطيك نفس النتيجة، نفس خارج القسمي. نفس الشيء 714 وزعتها ل 700 ولا 14. تعال نشوف السؤال الثالث، الحل الثالث، 336 قسمي 3. إيش وزعنا 336؟ 330 و30 و6، بسيط جدا. 300 قسمي 3 و30 قسمي 3 و6 قسمي 3. اللي شايف انه بيقدر يقسم 36 قسمي 3 ويلاقي جواب دغري كمان صح مش غلط. 300 قسمي 3 100، 30 قسمي 3 10، 6 قسمي 3 2، 100 زائد 10 زائد 2 قد ايه بيعطيني؟ 112. كمان مرة حبايبي، 36 قسمي 3 صح 12، واللي حابب يقسم او يوزع 336 لعددين صح، اللي حابب يوزع 336 لاربع اعداد كمان صح. المهم تلاقي او المهم توزعين لاعداد من مضاعفات الثلاثه عشان اهون الك، اسرع الك للحل. طيب احنا مش بس نوزع بطريقه جمع، يعني 336 330 و6، كمان انا طرح كمان هي عملية، كمان أنا بقدر أستغلها وممكن مرات كتير أهون لي. تعال نشوف 57 قسمي 3. 57 هي 60 ناقص 3 صح ولا لا؟ 57 هي 60 ناقص 3. إسا بحسب 60 قسمي 3 وبحسب 3 قسمي 3، بس هون بدي أطرح ما بدي أجمع، لأني أنا هون 60 هي أكتر من 57. 60 قسمي 3 قد ايه بيعطيني؟ انتو كبار 6 صف رابع، قد ايه 60 قسمي 3؟ 20. 3 قسمي 3 1،
بس هون ما بدي أجمع، هون بدي أطرح عملية طرح 20 طرح واحد أو 20 ناقص واحد بيعطيني 19. إذن أنا هون استعملت عملية الطرح. أنا أهون لي أحسب 60 قسم 3 وبقيم 3 قسم 3، فهون أهون للحسابات. أنا لازم أدور على طريقة أسهل وأسرع. ما دايما، مش دايما الجمع هو الأسهل، ممكن أنا أطرح عدد أهون ما أنا أجمع عددين كبار. يلا تعال نشوف 196 قسم 4. إيش 196؟ 200 ناقص 4. ال 196 هي 200 ناقص 4، ال 200 من مضاعفات الأربعة والأربعة من مضاعفات الأربعة. دي 200 قسم 4 ناقص 4 قسم 4، 200 قسم 4 شو بيعطيني؟ 50. وأربع قسم 4 واحد، 50 ناقص 1 ده بيعطيني 49. استعملت عملية طرح وحليت بطريقة أسهل وأسرع. حبايبي إذا بعطيكم أنا تمارين قسمة تكتبوهن على الدفتر ومعاكم 3 دقايق نحلهن. اتفضلوا 495 على 5، 624 على 5 على 8، 686 قسمة 7. اتفضلوا حبايبي انسخون على الدفتر وابدأوا. يعطيكم العافية حبايبي، حاولوا خلصوا رايحين. نبدأ بالحال. الطالب اللي فهمش قصة بفهم كمان مرة، والطالب اللي ما خلصش بيعود يخلص معنا التمارين، والطالب اللي خلصهن الثلاثة بيكون بطل الأبطال. يلا نبدأ. السؤال الأول 495 قسم 5. تعال نشوف شو أهون علي أوزع ال 495. مين ومين بيعطيني 495؟ 500 ناقص 5. اسا 500 قسم 5 و5 قسم 5، وبعدين شو بدي اعمل؟ بدي اطرح النتيجه. 500 قسم 5 100، 5 قسم 5
واحد، شو بدي اعمل بالنتيجة؟ اطرحهن. 100 ناقص 1 بيعطيني 99. نيجي على التمرين الثاني، 624 قسم 8. 624 ايش انا بعرف اعداد من مضاعفات الثمانية، 640 اهون اشي، ناقص 16. 640 ناقص 16، 640 هي من مضاعفات الثمانية و16 من مضاعفات الثمانية. ليه 640 مضاعفات الثمانية؟ لان ال64 من مضاعفات الثمانية. اذا 640 قسم 8 و16 قسم 8، 640 قسم 8 80، لانه 64 قسم 8 8، 16 قسم 8 2. 80 ناقص 2 قد بيعطيني؟ 78. اهون هوين للحل. نيجي على السؤال الثالث، 686 قسم 7. 686 قسم 7، ال 686 ايش وزعناه؟ 700 ناقص 14. اذا انا بقول 700 ناقص 14 نفسها 686. اذا ال 700 من مضاعفات السبعه وال 14 من مضاعفات السبعه، 700 قسم 7 14 قسم 7 بدي اطرحهم من بعض. 700 قسم 7 100، 14 قسم 7 2، 100 ناقص 2 98. اذا كمان هون عملية الطرح ساعدتنا، انا مش بوزع بس بالجمع، كمان وزعنا بالطرح، وزعنا العدد ل 700 ناقص 14. حبايبي في معانا تمارين للبيت، مهمة بيتية معكم 3 دقايق تنسخوهن على الدفتر عشان انهي الحصة ونلخص شو اليوم تعلمنا. معكم 3 دقايق اسا تنسخوا الثلاث تمارين عشان تنتبهوا معي لآخر الحصة. تفضلوا حبايبي.
طيب حبايبي، بتأمل إنكم نسختوا التمارين بطريقة مظبوطة، بتحلوهن على مهلكم بالطريقة المريحة إلكم، إن كانت توزيع بالجمع أو توزيع بالطرح. تعال نشوف اليوم إيش إحنا تعلمنا. تعلمنا طريقة أخرى للقسمة بواسطة توزيع العدد المقسوم على الجمع أو الطرح. هناك تمارين من السهل حلها بواسطة توزيع الجمع، وهناك تمارين من السهل حلها بواسطة توزيع بالطرح. طيب حبايبي، إحنا أنهينا الحصة. بشكركم أحبائي على حسن المتابعة والإصغاء، وبتمنى إنه أنا قدمت لكم كل إشي بيساعدكم على تعلم بطريقة ناجحة. يعطيكم العافية. باي أحبائي.